Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. شدين الدار ما عادش خيار، هو إجباري وواجب وطني، لازمنا الكل نقوموا به باش نحميو أرواحنا وعائلاتنا وبلادنا. وبالرسمي الخروج لازم يكون للضرورة القصوى، يعني يا القضية ماكلة يا الدواء من الفارماسي. يعني كي تبدأ عندنا قضية أساسية وضرورية ناقصة، نقضيو اللي نستحقوه في ساعة ونروحوا، وما نسلموش في الطريق على حتى حد وما نجمعوش، وهكا ينقص الدخول والخروج وما نخليوش رواحنا عرضة للعدوى. واللي كبير في العمر يبعث حد أصغر منه يقضيله، وكي نقضيو نقفوا بعاد على الأقل مترو على العباد، وكي نعطسوا ولا نكحوا نغطيو خشمنا وفمنا بمرفقنا ولا بمشوار نطيشوه في البوبالة. وأول ما نرجعوا للدار نغسلوا يدينا مليح، والمدة ما تقلش على 20 ثانية. واللي ما يحترمش الحجر الصحي الإجباري ينجم يعرض روحه للعدوى والعقوبات. فترة صعيبة علينا الكل، بالوعي وشدين الدار نتعداوها. وعيك واجب يمنعك من الكورونا. أكثر معلومات على الباج فيسبوك covid19.tn.